مرحبا جميعا. أنا دكتور كليان. أعني قلت هذا جيد. لذا أيها السادة مرحبا بكم في قناتي على يوتيوب. في هذا الفيديو سأشرح لكم كيف أفعل. أنا أعمل على دماغك. أنت تحضره في حالة خطيرة. بصفتي جراح أعصاب، هذا هو عملي اليومي الذي أقوم به مع ورم في المخ. أثناء القيام بذلك في هذا الفيديو، سأشرح كيف كان لدي ورم في المخ بلغة بسيطة باستخدام الصور والصور التي لا يمكن أن يفوت. وبالتالي، أولاً، كيف أفعل عندما أرى الطيران؟ عندما يكون لدي اشتباه في وجود ورم في المخ، التحقيق المختار بالنسبة لي هو أن أي شخص لم أقم بالتصوير بالرنين المغناطيسي لإجراء تصوير بالرنين المغناطيسي للعين، وهو ما يسمى عادة التصوير بالرنين المغناطيسي وعادة ما يتم تشخيصه في الدماغ. لذلك في هذه الصورة، بمجرد أن يشتبه طبيبهم، ثم اتخذ الخطوة التالية، وهي تأكيد ما إذا كان المريض مصاباً بالفعل بورم في المخ أم لا، ولكن تأكيداً على الأكثر شيوعاً والتحقيق في الخيارات وماريون بيري، فنحن بدون خفة دم وبدون سياق. هذه صورة تصوير بالرنين المغناطيسي لمريضتي، يظهر في عقلي مع تباين بنية بيضاء، والتي تظهر في التصوير بالرنين المغناطيسي. المخ هو ورم في المخ. الآن دعنا ننتقل إلى الإجراء الفعلي، وهو أن المريض يعطي تخديراً عاماً. بعد التخدير العام يصبح المريض واعياً. تتضمن الخطوة الأولى إثارة هذا الصراع. لذلك يبدأ الجراح في أخذ السديلة الجلدية وأخذ السديلة الجلدية. يرتبط الجراح بالزواج ويخطط لإطلاق متساو لموقع الورم على التصوير بالرنين المغناطيسي ويأخذ سديلة جلدية مناسبة بالضبط فوق ورم المخ، سديلة الجلد بالكامل. بعد الانتهاء من السديلة الجلدية يتم رفع السديلة الجلدية لمرة واحدة وترتفع السديلة الجلدية. ما تراه هنا هذا كله عظم الجمجمة. الخطوة التالية، الخطوة الثانية في إزالة المبضع، كما تعلمون جميعاً، عظم الجمجمة هيكل قوي جداً. إنها نقطة قوية للغاية. لإزالة هذا الكارتون الذي أستخدمه كجراح، أستخدم أدوات خاصة لعمل ثقوب في المبضع. تسمى هذه الجدران بالقواعد في اللغة الطبية. إذن في هذه الصورة، هذا أفضل. هذا هو الثاني وهذا هو الثالث. يعتمد عدد البراميل وموقع فراش السرير على مكان صنعها للتأكد من تقييمها بالفعل باستخدام ذاكرة النقاش. بمجرد أن يرسلونني، يستخدم الجراح أداة متخصصة متصلة بالطرق ويجعل الكاب منبسطاً ويفصله عن الجمجمة المحيطة. بمجرد عدم فصلهم عن الجمجمة المحيطة، يتم إزالتها. إذن في هذه الصورة، يتم إزالته. بمجرد أن تكون السديلة العظمية هي المكافأة، ما تراه هنا، ما تراه أسفل مكاساً، هو طبقة بيضاء متلألئة صلبة، وهذا ما أقوله أو أفعله من الجزء الذي يحمي الدماغ الطبيعي. في هذه الخطوة، أقوم بإجراء شق هناك أثناء رفع. لذلك هذا هو شق المعلمة الخاصة بهم الذي يرفع من روابطهم الجافية بحيث يرفع الجدل. ما أراه هو الدماغ الطبيعي. هذا هو الدماغ الطبيعي لأن لدي ورم دماغي موضعي في التصوير بالرنين المغناطيسي وأخذت السديلة العظمية هناك. إذن هذا هو دماغنا. إذن ما تراه هنا هو العقل. الآن تبدأ الخطوة الفعلية في إزالة الحطام. إلى قبل أن أخبرك بالخطوات التالية، أريدك أن تقدم معدات مهمة جداً وهي مفيدة. هذا هو المعروف باسم مجهر التشغيل.
كما تعلمون جميعا فإن الدماغ هو بنية حساسة للغاية. الأنف والأوعية الدموية التي يتم تطبيقها إنها صغيرة جدا وحساسة جدا وليست بحجم الميكرونات، لذا لكي أعمل أحتاج إلى تكبير هذه الهياكل ورؤيتها تحت القيود مع تحقيق الكثير من هذا الغرض بواسطة مجهر التشغيل هذا. لذلك تحت مجهر الجراحة الخاص بي إزالة الفراغ في الخطوة الأولى أقوم بإزالة الجزء المركزي من الورم. هذه العملية تسمى ديبلكينج، لذا نظراً لأن الورم أعمق ينفصل قليلاً عن الدماغ ونبدأ في تطوير لعبة بين الورم والدماغ ونضع شهراً للحصول على تلك الطائرة خلف الطائرة مباشرة. أنا أفصل الدماغ عن ورم الدماغ بلطف شديد. أستخدم عدداً من الأدوات المعروفة باسم أدوات الجراحة الدقيقة. هذه بعض الأدوات الجراحية الدقيقة التي يمكنك رؤيتها. باستخدامها، فصل ورم المخ عن الدماغ الطبيعي. بمجرد اكتمال هذه العملية، أقوم بإزالة ورم في المخ بحجم ورم الدماغ. أنت ترى الدماغ الطبيعي وهذا يغذي أرى بشكل صحيح كل هذه الأوعية الدموية الصغيرة حتى لا يكون هناك مزيد من النزيف. وظيفتي هي إزالة أورام المخ، لذلك أنا بحاجة لإغلاقه مرة أخرى. لذا فإن الخطوة الأخيرة هي الإغلاق، والخطوات هنا هي بالضبط عكس الخطوات التي قمنا بها أثناء الفتح. لذلك أنا أعكس الموقف الذي قد يتراجع وأقوم بالخياطة. أقوم باستبدال عظم الجمجمة وإنشاء الجمجمة المحيطة الطبيعية باستخدام مشابك وألواح التيتانيوم، وأحياناً أستخدم هذه المفاتيح ببساطة. لقد استبدلت سديلة الجلد هذه ورفرف الجلد للخلف والخياطة، لذا يكمل عملي في برانتنغهام. ثم يقوم التخدير ببطء وعناية بإخراج المريض من التخدير، وبعد ذلك بصفتي جراح أعصاب آخذ المريض مسترخيا للغاية، وبمجرد أن يكون المريض على ما يرام يكون فعالا في الشحن إلى غرفة الإنعاش. لذلك بعد مشاهدة هذا الفيديو أتمنى أن تكون قد دمرت دقيقتين على الأرجح. يعتمد نجاح الجراحة على عدد من العوامل، كما تعلم يعتمد على الحالة العصبية للمريض وطبيعة ورم الدماغ، أيضا هكذا نسميها فلاي بي أو إمداد الدم للأمريكتين، أي جزء من الجسم إذا كان حجمه من المنصة إنه من سطح الدماغ. في وهذا كثير العديد من العوامل والأكثر معرفة، وأيضاً من أهم العوامل خبرة الجراح وقدرته بالمجهر. لذلك آمل أن تكون قد فهمت كيف صنعوا له آلة، وآمل أن تقوموا بعمل اختبار مناسب لتشغيلها وتشغيلها. لذا إذا كنت مثل ربما تقوم بالاشتراك وتعجب بقناتي ولديك أولوياتي في مقاطع الفيديو اللاحقة الخاصة بي وتشرح عدداً من الاضطرابات في الدماغ، ما هي هذه الأعراض وكيفية التعرف عليها وكيفية علاجها. لذلك إذا كنت ترغب في الحصول على تحديث مبكر لمقاطع الفيديو الخاصة بي في المستقبل، فلا تنس الاشتراك في قناتي. وإذا كان لديك أي منها وترغب في الاتصال بي، فيمكنك الاتصال بي على شبكة واتساب الخاصة بي. شكراً لك.